واو يس اوكي ذاتس جود ويلكم باك هلو ايفري ون ويلكم باك وي جوينج تو ستارت رايت ناو ثانك يو فور بينج اون تايم ذيس از دينا محمد I've been working as a teacher of English for more than 10 years. I just wanted to help. بس حبيت أساعد بشتغل مدرسة لغة إنجليزية من 10 سنوات أو أكتر. حبيت أساعد بكورس مجاني تماماً للي حابب يبدأ يتعلم إنجليش ومش عارف يعمل إيه. الكورس ده والله للمرة المليون وللمرة الألف مش دعاية لأي كورسات تانية مدفوعة. وأكيد أكيد كل اللي دخلوا كلموني خاص عرفوا الرد إنه رفضت ان انا مش مقدرش ازود على نفسي اي مواعيد اضافيه لاني اساسا مشغوله جدا بس حقيقي مجرد احساس بس انه في حد متابع وبيستفيد سواء بقى كان عدد قليل او عدد كبير فده يكفيني يعني اللي تقدروا تساعدوني بيه انكم توصلوا المحتوى ده لاكبر حد ممكن من اصحابكم ودايره معارفكم تشيروا الفيديوهات والمحتوى تقريبا دي هتكون المحاضره رقم 33 بالنسبه لينا ان شاء الله يكون محتوى مفيد لاي حد حابب يبدا يتعلم ومش عارف يبدأ منين بس وجزاكم الله خيرا يعني وعارفة طبعا انه في ناس هنا كتير بتعمل كده من غير ما اطلب ده فبجد شكرا جدا لان انتوا بتشيلوا عني حمل اني انشر الموضوع وانشر المحتوى واتابع التعليقات وارسل الروابط للي حابب يدخل وهكذا لو تفتكروا اول ما بدأنا خالص انا طبعا عارفة انه في ناس بدأت وما كملتش وفي ناس بدأت وكملت وفي ناس التحقت في النص وما شاء الله مكملين هو بس يعني والله نصيحة أخوية يعني أخوية خدوها نصيحة مني قطرة الماء المستمرة تحفر عمق الصخرة أهم حاجة في الموضوع هو الاستمرارية إني أستمر إنه أنا هدفي I want to learn I want to improve my language أنا حابب أحسن من لغتي فأكيد اللي بدأ معانا من شهر 6 اللي فات ومكمل لحد دلوقتي طبعا في ups and downs في ناس بتستمر في ناس بتطلع في ناس بتدخل في ناس ظروفها سبحان الله ما بيقدروش ان هم يكملوا ولكن فعلا يعني خلوها كده انه قطرة الماء المستمرة زي ما قلت لكم تحفر عمق الصخرة اهم حاجة ان احنا نكون مستمرين ولو تفتكروا برضو كنت رسمت لكم دايرة كده في بداية يمكن في اول محاضرة خالص المحاضرة رقم واحد قلت لكم ان احنا هنبدا دايره وهنمشي فيها في طريق التعلم واكيد اكيد هنوصل لنهايتها يعني بس المهم ان لما اوصل لنهايتها اني اكون حسنت من نفسي فعلا وتعلمت وكان المقرر للكورس ده ان هو يكون بس فتره الاجازه الصيفيه اللي هي بدانا تقريبا في شهر 6 وان لما ترجع الدراسه احتمال ما نقدرش نكمل بس وسعنا الدايره بعد كده بفضل الله وقدرنا ان احنا نكمل والحمد لله ربنا يبارك يعني بس نصيحة يعني اللي أول مرة ينضم لينا أو اللي أول مرة يدخل معانا كل المحاضرات موجودة ومسجلة أوريدي على اليوتيوب وأهم حاجة زي ما قلت لكم بس الاستمرارية That's all Let's start Do you hear me well? سمعني كويس؟ I'm gonna share the screen Welcome سما Maybe this is your first time Hello Mr. Ahmed Welcome back everyone Okay Is my voice clear? Okay Thank you Mr. محمود Thank you حفصة Okay برضو علشان لو في حد جديد معانا احنا already درسنا 6 units وبدأنا في unit 7 بنتكلم عن our apartments or houses سواء عايشين في بيت او شقة سكنية we've finished all these exercises and I think last time we've stopped here if I'm right am I right guys اللي كانوا معايا المحاضرة اللي فاتت we've stopped here right listening am I right مين مركز؟ Yes. Yes, Marie. Thank you. Yes, we've stopped here. This is a listening exercise. The title is We Have a Nice Yard. We're gonna listen to four people describing their homes and we are going to number the pictures from 1 to 4. First of all, as we always do, I'm going to give these pictures letters. For example, let's say that this is picture letter A. زي ما احنا متعودين دايما بندي للصور ارقام عشان نقدر نقول انه letter A هتكون هي رقم كام وهكذا. This is letter B, this is letter C, and this is letter D. First of all, I want someone to describe the first picture for me. What can you see in the first picture? Raise your hands, please. خمنوا بس كده مجرد تخمين ايه اللي شايفينه في الصورة الأولى how can you describe it
ممكن كلمة واحدة بس تكون keyword تعرفنا في listening هو دي هتكون picture number كام 1 2 3 or 4. يس مودة السيد، يس مودة، الله مودة. I can see balcony. Yes, very nice. I can see a large balcony. What else, guys? Can you describe it with another word or another expression? حد عنده أي تعليق تاني عن نفس الصورة؟ Yes, أحمد إيهاب. Yes, أحمد. Glass view. Okay. A nice view. It has a nice view. Glass doors, you mean? And no, it has in front of the balcony, there is a glass or a door made of glass. Glass, thank you so much. ممكن نقول إن هي it has a nice view. إنه ما فيش apartment buildings in front of it. Thank you so much. What about the next or the second, which is letter B? Picture letter B. How can you describe it? How can you describe it? Yes, Maryam? Yes, Maryam. How many floors are there, Maryam, in this building? Sorry? How many floors are there in this building? Four. Four? This one? Four floors. The first floor and? Two. It has two floors. So it's a two-floor building, right? Yes. Do you think, Maryam, it's a house for one family or more than one family? What do you think? I think for one family. Okay, we're going to listen and see. Thank you so much, Maryam. Now, picture number three, Mr. Ahmed. Yes. How can you describe this? Yes, teacher. Can I see a big house? Okay. Yeah, and see a yard or garden? Yes, very nice. I can see a yard with lots of trees and flowers. Yes, that's perfect. Yeah, this is going to be the key word. So that, yeah, so that green view. Yes, yes, very nice. Thank you so much. Thank you, Mr. Ahmed. What about picture number four, which is letter D? Yes, Maryam, we have Maryam. I can see a small kitchen. Very nice, a very small kitchen. Yes, that's enough, thank you so much. Now we are going to listen to number the pictures from 1 to 4. يعني هنسمع 4 people describing their homes. 4 أشخاص بيوصفوا بيوتهم وإحنا هنرقم. Which one is gonna be letter number one? يعني for example, هشغل الأوديو هتسمعوا وتقولوا لي إنه number one اللي هو هيقوله هيكون إيه؟ A, B, C or D. I'm gonna pause after each picture. هوقف بعد كل وصف لصورة علشان نركز بس إن إحنا مع الصورة دي لحد ما نتأكد. Please type for me to let me know whether you can hear the voice well or not. Let's try. Page 45, exercise 4, listening. Can you hear it well? Yes, that's perfect. Okay. مريم بتسأل عن اللوبي. What does it mean? اللوبي يا مريم قلنا اللي هو الردهة اللي بتكون في مدخل العمارة. في مدخل العمارة من تحت لما بيكون في ردها كده او مكان واسع اللي هو بيودي على الاسانسير والسلالم ده بنسميه لوبي، ده بيكون في مدخل العماره من تحت. اوكي ليتس ليسن ناو، ركزوا بس مع هيقول نمبر 1، هيز جونا ساي نمبر 1 وانتوا هتكتبوا لي في الشات بوكس ويتش 1 از نمبر 1 A B C or D. We have a nice yard. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Yes. Perfect. Ahmed, thank you so much. That's really so good, guys. Thank you.
Yes, of course. It's letter B. It's a two-floor building. He's talking about two families living in this building. في عائلتين. The one living on the first floor is talking about his neighbors who are living on the second floor, and he's saying بيقول إن هم they are nice, but they are not quiet. ولكنهم مش هاديين. Okay, that's really perfect. يبقى, let me write it. This is number one. B is going to be number one. Let's continue and see which one is going to be number two. Two. I live in an apartment downtown. It's in a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Which one? Let's see. Yes, of course. It's letter A. Thank you so much, guys. That's really so good. So yes, this is number two. Sorry, not one, two. Okay, let's continue. Here we have number three. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Yes, perfect. Thank you so much. The keyword اللي قالتها مش فاكرة مين قالها بس the keyword قال أو قالت small kitchen. This is the keyword. دي الكلمة المفتاحية اللي عرفتني على طول إن هي it's letter D, which is number three. طبعاً already تعرفت إنه letter C it's number four, but I want you to listen to practice listening to native speakers. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Yes, of course. Letter C is gonna be... طبعاً يا أحمد خلاص تعرفت يعني. Yes, thank you so much, Habiba. Yes, of course. It's letter C, which is number four. That's really so good. Let's move on to the next exercise. We have exercise number five, which is word power. As you know, in this exercise, which is called word power, we learn some vocabulary related to what we study. بنتعلم فيه أو بنزود فيه من حصيلتنا اللغوية المرتبطة طبعاً بالموضوع اللي احنا بندرسه. ودي ميزة المنهج اللي احنا بندرسه هو اسمه conversational محادثات. ولكن ايه مش بيرميك في وسط البحر كده ويقول لك يلا عوم بقى، لا هو بيدي لك الكالتشر الخاصه بالمحادثه اللي هو هيدخلك فيها. يعني دايما يقول لك براكتس مع نيتيف سبيكرز، اتدرب مع نيتيف سبيكرز، تدخل مثلا مع حد من اي ابلكيشن من الابلكيشنز المشهوره مثلا كامبلي او اي حاجه ايا كان يعني، فتلاقي نفسك بتتكلم مع نيتيف سبيكر بس ما عندكش اصلا الفوكابولري، ما عندكش الكلمات اللي ترد بيها عليه، ما فيش منهج، ما فيش محتوى، فانت يو براكتس بس سبيكينج وبدون اي منهج. ولكن ميزه المنهج ده ان هو بيديك الباك جراوند اللي تخليك تقدر تعبر عن نفسك وتقدر تعبر عن افكارك وتقدر تعبر عن اللي انت عايز تقوله. عشان كده بيكون في word power اللي هي الفوكابولري، بتتعلم فوكابولري how to pronounce them how to use them in sentences. بيديك كمان جزء اللي هو الجرامر فوكس اللي هو التركيز على الجرامر، القواعد اللي هتستخدمها في المحادثة دي ايا كانت simple or complicated. فعشان كده دايما يعني بعد تجربة حاجات كتير جدا جدا بقول لكم انه المنهج ده كويس جدا صدقا يعني. بس فيلا خلونا نبدأ على طول. We're going to learn about furniture and appliances. Do you know the word appliances? حد عارف معنى كلمة appliances؟ Furniture سهلة صح؟ Furniture سهلة صح؟ Do you know the meaning of the word furniture? Things such as, yes عبد الرحمن, yes Mawadda, perfect, yes very good. Let's say it in English. زي ما تعودنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نقول الاكسبلانيشن ان انجلش عشان كمان to practice listening to English. فهنقول furniture means things such as chairs, tables, beds, cupboards that are put into a house or other building to make it suitable and comfortable for living or working in. Yes, things in home. Yes, Mr. Ahmed. Yes, perfect.
يبقى ده تقريبا تعريف الفرنتشر. زي ما قلت لكم برضو قبل كده انه وانا بتعلم احاول اتعلم in English، احنا بنستخدم العربي عشان احنا بس لسه beginners، ولكن بعد كده المفروض انه كله in English، don't use Arabic at all، بس احنا بنحاول نجمع بين الحسنين ان شاء الله يعني. Okay, what's the difference between furniture and appliances? What's the meaning of appliances? أكيد في حد معانا في grade 7 بيدرس منهج الكويت الصف السابع، دول بقى المفروض شاطرين يكونوا عارفين معناها لأن هم دارسينها. ها yes زياد perfect. Yes زياد. Devices. Yes أحمد إيهاب perfect. I'm waiting for you أصلا أنت تقولوها. Yes very good. Appliances يعني معدات أو أجهزة، اللي هي غالبا على الأغلب بتكون أو tools أدوات، وعلى الأغلب هنا بتيجي اللي هي مرتبطة بالإلكتريسيتي بالكهرباء والكلام ده. ف an appliance is a device or machine that is used into the house such as a cooker or a washing machine. So this is the difference between furniture and appliances. Now I'm going to play the audio for you. هشغل لكم دلوقتي الاوديو. هو بيكون already سايب لكم مسافة او وقت بسيط جدا to repeat after him، انك تسمع الكلمة وتكررها، and then we are going to comment on them after we finish listening. هنعلق عليهم برضو ونقول ممكن نسمعهم بطرق مختلفة ازاي، بس بعد ما نسمعهم ان شاء الله. So let's go. Page 46. Exercise 5. Word power. Furniture and appliances. Listen and practice. An armchair. A stove. Curtains. Pictures. A bed. A table. A coffee table. A microwave. A refrigerator. Lamps. A sofa. A desk. A coffee maker. A dresser. Chairs. A mirror. A bookcase. A rug. Cupboards. Okay. Do you have any new words? في حد عنده أي حاجة من الكلمات دي حاسس إنها جديدة بالنسبة له؟ He didn't hear it before. عادي، ده وارد جدا، طبيعي جدا يعني إن إحنا يكون في عندنا كلمات بنعرفها لأول مرة. It's okay. It depends on our. Yes, عبد الرحمن مصطفى said no. Sama said yes. What was the new word for you, Sama? What was it? Habiba said no. A rug. Yes, Lena. A rug means a carpet. اللي هي السجادة. Rug. لما بحثت عن الفرق بين الاثنين بين rug وcarpet، الrug بتكون هي اللي مصنوعة من الصوف اللي هي سهل انك تطويها وتحركيها، وبتكون شوية in the middle، مش مغطية المكان كله يعني. ولكن الكاربت بتكون اكبر شويه، اللي هي السجاد العادي اللي احنا عارفينه ده يعني. اوكي سما، بنفتح المايك وقت ما يكون في براكتس، بنطلب وبنسمح المايك ان شاء الله، بنفتحه باذن الله. طيب سمعتوا كلمه كابورد؟ كابورد قالها ازاي؟ كابورد بصراحه دي كانت من الكلمات الفوسيلايزيشنز، الحاجات المحفوره عندي بالغلط من واحنا صغيرين، كانوا بيقولوها لنا كاب بورد. لحد من كام سنة كده برضو اكتشفت الخطأ ده، ان هي اسمها بتتنطق بسرعة جدا، مش بنقول كاب بورد، بنقولها كابورد على طول. كابورد الصوت اللي هو الـ OA دول مع بعض، كابورد. اوكي ده اللي هو الخزانة، او بنسميه ايه، دولاب او خزانة، اللي بيبقوا في المطبخ او في اي مكان في البيت. كلمة بوك كيس، في حد سأل عن كلمة بوك كيس، واحنا هنعلق عليهم كلهم طبعا. بوك كيس اللي هي مكتبة الكتب. بوك كيس مكتبة الكتب زي ما انتم شايفين كده، بس بتكون متقفلة يعني، مش بس ارفف، لانه لو ارفف او لو رف هنقول بوك شلف. كلمة شلف يعني رف، فلو هي ارفف هنقول بوك شلف، S-H-E-L-F، ودي معناها رف
الكتاب، ولكن لما تكون متقفلة بالشكل ده بيبقى اسمها bookcase. bookcase. mirror mirror طبعا سهلة جدا. mirror mirror بالنطق الامريكان شوية، خدوا بالكم من نطق الار، ما تنطقوهاش ابدا زي العربي. زي ما قلنا الار مش بنطقها كده، مش بكرر، ولساني بيبقى متعلق مش بيلمس اي حاجة. انا بقول mirror r r r. طرف اللسان بيبقى متعلق مش لامس لا سقف الحلق ولا تحت ولا اي حاجة، عشان تطلع الامريكان ار صح. طبعا بقى لو البريتش، لو باللهجة البريطانية، مش هينطقوا الار اصلا، بياكلوها يعني مش بينطقوها نهائيا. chairs طبعا سهلة. chairs. dresser ده اللي هو بيكون ادراج، عبارة عن ادراج لتخزين الملابس وكده. coffee maker طبعا صانعة القهوة، دي الاجهزة اللي هي الحديثة. yes yes سما bookcase اللي قلناها. كوفي ميكر زي ما قلت لكم اللي هي الماكينه بتاعت صناعه القهوه. باي ذا واي عشان كده بتتحدث المناهج، يعني انا قبل كده زمان كنت بدرس نفس المنهج ده interchange، بس كان third edition اللي هو النسخه الثالثه او الاصدار الثالث، كان في حاجات مش موجوده فيه، زي مثلا الكوفي ميكر ما كانتش لسه منتشره جدا، ما كانتش من الابلاينسز المشهوره في المنزل، عشان كده بيكون في دايما نيو اديشنز، في اصدارات جديده من الكتب بيعملوا عليها تعديلات بما يتناسب مع الثقافه الحديثه. ريفريجيريتور. ريفريجيريتور طبعا ممكن برضو تسمعوا اختصار ليها فريج فريج فريج، ولكن طبعا برضو ريفريجيريتور صح. ديسك اللي هو المكتب طبعا. صوفا. صوفا اللي هي الكنبه الكبيرة المكونة من أكتر من مقعد، عشان محدش يتلخبط بينها وبين arm chair اللي في الأول خالص. دي كلمة arm chair ده اللي هو الكنبة بس اللي ليها دراعين ولفرد واحد، لشخص واحد بس. arm chair. arm chair. أما الكبيرة اللي بتاخد أكتر من شخص بسميها sofa. sofa. وممكن برضو تسمعوها بطريقة تانية اللي هي couch. couch. الاثنين صح، ما فيش اي مشكله. lamps اللي هي الاضاءات سهله. microwave سهله برضو بنقوله بالعربي. a bed. a table. coffee table. what's the meaning of coffee table؟ اللي هي طاوله الوسط اللي بتكون في وسط طقم الانتري او طقم الصالون، اسمها coffee table. coffee table. خدوا بالكم بس من كلمه table، طبعا زي ما علقنا قبل كده زمان في بدايه المحاضرات، table ال L اسمها dark L، L مفخمة، ما ينفعش أقولها table، ما ينفعش، لأنه كده خليت ال L light، لا هي ال L هنا dark L عشان جاية في آخر الكلمة تماما، فهقولها table و مفخمة، كأنها مفخمة بالعربية. pictures طبعا سهلة. curtains. curtains اللي هي الستاير، باللهجة الأمريكية برضو هتسمعوهم كتير بيقولوها curtains. curtains كأنهم بيخلوا التي همزة فبيقولوها curtains. عندنا كمان a stove. a stove اللي هو البوتاجاز اللي بنطبخ عليه طبعا، اللي هو مكون من الجزئين، الجزء اللي هو الاوفن الفرن اللي بنخبز فيه، والجزء اللي هو التوب اللي فوق اللي بنطبخ عليه. a stove ممكن كمان نسمعها او نشوفها كلمة cooker، نفس المعنى ما فيش اي مشكلة خالص، ولكن مختلفين عن كلمة oven. oven اللي هو فرن، oven يعني فرن اللي هو بس بيستخدم for baking things، لخبز الأشياء. تمام. آخر تعليق عندي هو an armchair. لما باجي أقول I'm sitting مش زي chairs بقول I'm sitting on a chair، لا مع armchair بقول I'm sitting in an armchair. فالكلمة دي تحديدا بتاخد in not on، not like chairs هقول I sit on a chair but I sit in an armchair. Okay, let's practice, guys. Raise your hands, please. We are going to ask and answer questions. هنسأل ونجاوب. واحد هيسأل والتاني هيجاوب. هنسأل نقول إيه؟ زي ما أخذنا قبل كده زمان في بداية المحاضرات. When I ask about a singular noun, بقول what is this؟ وبقول في الإجابة this is a or an. وبرضو أخذنا قبل كده في المحاضرات إمتى أقول a وإمتى أقول an وأقول الكلمة. إذا بسأل عن جمع هقول what are these؟ what are these؟ وهتكون الإجابة these are، في الحالة دي لا هحط a ولا an، هقول الكلمة الجمع على طول. Let's practice them in pairs, please. Yes عبد الرحمن مصطفى وعبد الرحمن زياد. ده تو عبد الرحمن. الحمد لله على سلامة الباقة يا عبد الرحمن. يلا welcome back. يلا عبد الرحمن مصطفى could you please ask about the first picture؟
What is this? This is an armchair. Perfect. Thank you so much. Abdurrahman Ziad, ask Abdurrahman Mustafa about this picture, the second one. Okay, what is this? This is oven. A stove. احنا قلنا oven ده oven oven لو بتكلم بس عن الفرن يا عبد الرحمن، يعني لو فرن لوحده بس، لكن لو هتكلم عنه البوتاجاز ككل هقول عنه stove or cooker. هتختار اي واحد؟ This is stove. Very good. Nice. Thank you so much. Thank you guys. Yes, let's see. Raise your hands guys. Yes, Ahmed Ihab. I think you haven't participated today. Ahmed Ihab with we have Muhammad. Yes. Yes, yes, teacher. Yes, Muhammad, could you please start asking about the third picture? This one. What is this? Okay, just a minute. Can you see the S at the end of the word? This means that it's plural. ده معناه إنه الكلمة جمع. فهستخدم السؤال الثاني. What are these? What are these? Yes, Ahmed. What are these? You're supposed to answer, Ahmed. What are these? You should answer. These are. Yes, yes. These are. Curtains. Good. Curtains. Curtains. Yes, thank you, Ahmed. Ahmed, please ask about the next picture. Ask Muhammad about the next picture, Ahmed. Us? What are these? Yes. Yes, Muhammad? These are the pictures. Okay. Pictures. Pictures. Don't add syllables. It's okay. No problem. Is it your first time, Muhammad? أول مرة ليك معنا؟ أنا؟ لا لا كنت قبل كده بس ولا فترة منقطعة بس. يلا أوكي. يلا. You're welcome. Okay, let's see Habiba with a girl who didn't practice today. Habiba. Yes, with Sama. Yes, Sama. Hello, teacher. Hello, Habiba. Hello, Sama. Do you hear us? Yes, of course. Okay, Habiba, could you please ask Sama about this picture? Yeah. What is this? It's a bed. Yes. Sama, ask Habiba about the next one, please. What is this? This is a table. Yes, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Take care of the sound the. The, not the. ليس the. لا, هو the. شبه the في العربي اللي بطلع فيها لسان. Take care of this, guys. Take care. Because this changes the meaning بغير المعنى إذا قلتها ذا وهي المفروض تتنطق ذا. It's okay عادي جدا زي ما أنتوا عارفين يعني طريقتي عادي إن إحنا نعمل mistakes بس المهم إن إحنا نتعلم ونحاول ندرب نفسنا على الأصحين. Okay, let's see the next. We have a heart. Who's this? Yes, let's see. Hello, with Lena. Yes, Lena. Hello? Hello? Yes. Who is the heart? She muted again. It's okay. Lena, يعني يا جماعة اللي عايز يشارك يعني حتى هو هيكتب اسمه. Hi. Hi, Lena. Welcome. Hafsa, we have Hafsa. Is it your first time, Lena? No, but okay. I am uncontinued. Oh. Yeah, okay. Welcome back, Lena. Yalla, Lena, you're going to ask about this one. Thank you. Okay. What is this? This is a coffee maker. A coffee table. Yes, perfect, Hafsa. Hafsa, could you ask about this picture? What are this? What is this? Yes, what is this? This is a microwave. Thank you so much. That's really nice, guys. Okay. I think this is so easy. We need to move on, right? موافقين ننتقل ولا نكملهم؟ Please type. Type. It is very easy. Very easy. Okay.
ننتقل يعني للي بعده. Okay, let's move on. We have here another exercise, which is which rooms have the things in part A? For example, a kitchen has a table, a stove, and what? Type, guys, type. Practice using the words. حاولوا تتدربوا على كتابة الكلمات بالطباعة. What else do we have in a kitchen? What else? لما تكتبوا الكلمات حتى لو typing بتثبت شوية في دماغكم. What else can we see in a kitchen? Type for me. Oven, yes, very good. Without A, Mr. Ahmed. Oven, صح. Oven. بدون ال A. Yes, perfect, حبيبة. Cupboard. Yes, Mariam. Perfect. Refrigerator, Mawadda. Thank you so much, Mawadda. Coffee machine, okay. Or yes. Microwave. Yes, perfect. Coffee maker. Yes, thank you so much, guys. We also can have a table and chairs in the kitchen, right? And by the way, عادي إنه الكلمات تتكرر في الأماكن المختلفة عادي. يعني ممكن كلمة table تنفع in the kitchen and in the living room. عادي, it's okay, no problem. A table, yes, perfect. طيب, the next one. A dining room has a table and what? Yes, حبيبة, rug, excellent. We have rugs in kitchens, of course. Thank you so much. Yes, dining room. Yes, Mariam, perfect. Chairs. Dining room, yes. Mirror, yes, perfect. Dresser, table, rug, yes, of course. Rug ممكن استخدمها في كل الأماكن, عادي. Dining room, no. Bed, لا, حفصة. No, dining room, it's a place where we eat our meals. أخذناها في محاضرة قبل كده. Dining room اللي هي غرفة السفرة اللي بناكل فيها الوجبات بتاعتنا. So we can't see a bed in our dining room, right? Yes, rug, okay. Chair, okay. Perfect. Yes. Flower vase. Yes, Alan. Yes, perfect. Of course. Flower vase. كلمة جديدة مش موجودة عندنا. Dot. حد دخل لنا dot. طيب, okay. A dining room. A living room has living room. غرفة المعيشة. A living room. Yes, Lena. Perfect. Curtains. Coffee table. Perfect. Rug يعني سجادة مصنوعة من الصوف. Sofa. مودة. Yes, perfect. Table, an armchair, yes, Mariam, perfect. A sofa, a table, an armchair, perfect. A bedroom has what? By the way, يعني في answers depend on cultures. في بعض الإجابات هتعتمد على الثقافات برضو. يعني في ناس تحب تحط مثلا البوككيس في الليفينج روم. في ناس تقول لا, البوككيس المكتبة بتاعت الكتب تكون in my bedroom. في ناس عادي تتقبل ان هي تحط رج سجادة في المطبخ, وفي ناس تقول لا, ما يحبوش فكرة الرج في المطبخ يعني. ف it depends, بس انا حاولت بس اخليكم انه to practice typing the words, تتدربوا على كتابة الكلمات. But there is no one answer for this. Yes, perfect. Thank you so much. Let's move on. We have a conversation. I'm not gonna show you this conversation. مش هوريها لكم, لأن زي ما انتوا عارفين أو زي ما احنا بدأنا نعمل بقى مؤخرا, لازم يكون في حاجة اسمها exposure to language, إني أتعرض لللانجوج, إني أسمع native speakers بيتكلموا بدون ما أكون أصلا عارف أو شايف الكلام اللي هما بيقولوه مكتوب قدامي. ده بنسميه تعرض للغة, عشان أنا لما أجي أتحط في محادثة حقيقية مع أي حد, سواء بقى native speaker أو non-native speaker, يكون عندي مهارة إني أسمع بدون ما أكون شايف الكلام. مش لازم يقعد يكتب لي الكلام اللي هو بيقوله عشان أفهمه. But I'm going to tell you what the conversation is gonna be about. We have two persons, Eric and Lara. Eric is in Lara's new apartment. Lara is talking about furniture. Listen and use the chat box to type any furniture you hear. يعني هنسمع المحادثة بين Eric ولارا. We type for me any furniture you heard in this conversation, okay? فاهمين ايه المطلوب دلوقتي؟ هنسمع المحادثة بدون ما نكون شايفين الكلام اللي فيها, وبعدين هنكتب اي اثاث سمعتوه في المحادثة, type them in your chat. Page 47.
Exercise 6. Conversation. I really need some furniture. Listen and practice. This apartment is great, Laura. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, lots of things. For example, there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. That's true. And there's no sofa in the living room. And there aren't any armchairs. There isn't a rug. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Yes, perfect. I can see right answers. Perfect. Yes, of course. Chairs, table. Yes, Mawadda, that's perfect. Thank you so much. Thank you all. That's perfect. Thank you so much. Chairs, table, sofa, armchairs, rug. Had katab rug? Rug and lamp. These are, or this is the furniture we've heard in this conversation. The next part, I'm going to write questions for you. I hope we still have time. 3 minutes. Yes, we can, inshallah. هنسأل سؤال. What does Lara have in the kitchen? Now we are going to listen with more concentration. هنسمع بتركيز أكتر. What does she need for the kitchen? في فرق بين have we need. Things that she has, الأشياء اللي هي عندها أصلاً already, خلاص هي she doesn't need them, هي مش محتاجاهم. ولكن محتاجة تكمل. ف what does she have in the kitchen? And what does she need in the kitchen? هي محتاجة, هي عندها إيه في المطبخ؟ وهي محتاجة إيه في المطبخ؟ السؤالين التانيين, what furniture does she have in the living room? What furniture does she need in the living room? Let's listen for the second time. عرفتوا الأسئلة? What does she have in the kitchen? What does she need in the kitchen? What does she have in the living room? What does she have, she need in the living room? Okay? Page 47. Exercise 6. Conversation. I really need some furniture. Listen and practice. This apartment is great, Laura. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, lots of things. For example, there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. What does she have in the kitchen, guys? She has chairs. Perfect, perfect. Thank you so much. She has chairs in the kitchen. What does she need in the kitchen? What does she need? Yes, perfect. She needs a table. She needs a table. Perfect. Let's see the living room. That's true. And there's no sofa in the living room. And there aren't any armchairs. There isn't a rug. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. What does she have in the living room? What does she have? Lamp, yes, perfect. Lamp with a, yes, perfect, perfect. Lamp, she has a lamp. What does she need? محتاجة إيه بقى? Yes, perfect. Thank you so much, you guys. طبعا ما فيش وقت نتدرب عليها النهاردة, بس إن شاء الله next time هنبدأ مباشرة بالتدريب على الconversation مع بعض in pairs. Thank you so much for today. I'm gonna see you next Monday at the same time, inshallah. Goodbye and good night, everyone. Thank you for attending, guys. Goodbye.